بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله، بارك فيكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وسائر المسلمين إلى معرفة الحق والعمل به والثبات عليه إلى الممات، إنه قريب مجيب. نحن والحمد لله في نعمة في ديننا وعقيدتنا، وفي نعمة في أمننا واستقرارنا، وفي نعم ظاهرة وباطنة. الله جل وعلا يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالمؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله ذكره الله: فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. اذكروا الله بالصلاة والصيام أركان الإسلام، اذكروا الله بنوافل الطاعات، اذكروا الله ظاهرا بأعمالكم وباطنا بقلوبكم. يذكركم الله في الملأ الأعلى، يثني عليكم في الملأ الأعلى. الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يضيع أجر المحسنين، بل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو. فإن جاء تقصير أو غفلة فإنه منا، علينا أن ننتبه لأنفسنا، علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل ليزيدنا من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب على المسلم، على كل مسلم، أن يقدم لنفسه في حياته من الأعمال الصالحة ما يجده مدخرا عند الله سبحانه وتعالى. أكثروا من ذكر الله بقلوبكم وألسنتكم وبأعمالكم، تجدوا ذلك مدخرا عند الله لكم، أنتم قادمون عليه، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار عياذ بالله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فالإنسان سيعمل، الإنسان سيعمل ما دام حيا، ولا يبقى جامدا لا يتحرك ولا يعمل. لا بد أن يعمل، إما أن يعمل في الأعمال الصالحة ويتبع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعمل أعمالا سيئة. الإنسان حارث وهمام، حارث وهمام، فلا يبقى هذا الإنسان إلا من إلا فاقد العقل، لا يبقى بدون عمل. فعلى المسلم أن يختار لنفسه العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص
لله عز وجل، لئلا يكون فيه شرك أكبر أو أصغر، ولا نية لغير الله عز وجل، يكون خالصا لله. إن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا على سنة الله، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان عملا مخالفا لسنة الرسول فهو بدعة، والبدعة مردودة لا يقبلها الله عز وجل. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص. أسلم وجهه أي قصده ونيته وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، لم يتوجه إلى غير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر، إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعمله ويخلصه لله عز وجل، ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم وجهه لله أي أخلص نيته لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يتقبل الله عمله ويضاعفه له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. ومدار ذلك على الشرطين المذكورين اللذين سمعتموهما، الإخلاص لله هذا واحد، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عمل تأتي به لا يتوفر فيه هذان الشرطان إنه هباء منثور. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، تعب فيه صاحبه ولم يستفد منه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. فليس لنا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليس هناك طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أنه يصل إلى الله بدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا زعم باطل، زعم كذاب يخدع صاحبه. فليس لنا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلينا وإلى الناس كافة
بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. من يزعم أن شيخه يوصله إلى الله أو أن أحدا يوصله إلى الله غير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ وضال وتعبه هباء منثور، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، دل على أنهم يعملون ويتعبون أنفسهم بالعمل، ولكن لما كان على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هباء منثور لا ينفع صاحبه أبدا، بل يكون خسارة عليه وتعبا عليه بدون فائدة. فهذا هو البيان لمن يريد الله ويريد الدار الآخرة أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من مقتضى شهادة أنه رسول الله. معنى أشهد أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا ما عليه المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يريد النجاة لنفسه فعليه أن يلزم هذا الطريق. قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط الله فسر بأنه القرآن، فسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر بأنه دين الإسلام، والكل حق. فلا بد من طاعة الرسول واتباعه، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل، ولا بد من أن يكون هذا العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. من أحدث في أمرنا هذا ديننا ما ليس منه فهو بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالبدع مردودة، والبدعة بخلاف السنة، ولا يجتمعان بدعة والسنة، إما أن يكون الإنسان مبتدعا وإما أن يكون سنيا، ولا يجتمعان يكون الإنسان سنيا مبتدعا، هذا تضاد اختلاف ولا يصلح. الذي يريد النجاة لنفسه ويريد الثواب عند الله، يريد الجنة لا طريق إليها إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فهذا أمر متيقن ومعلوم. أما من يذهب هنا وهناك، يذهب هنا وهناك يريد الجنة من غير طريق الرسول ومن غير اتباع الرسول، فإنه ضل الطريق إلى الجنة، وضل
خسر الوصول إلى الجنة. طريق إلى الجنة هو اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع غير الرسول، هذا طريق النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهو بأيدينا أمامنا، ونحن نقول في كل صلاة وكل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اهدنا أي دلنا ووفقنا وثبتنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط وهذا الطريق عليه من أنعم الله عليهم، من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تستوحش وأنت مع هؤلاء، إنما يستوحش من ضل الطريق. نقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهذا طريق اليهود ومن تشبه بهم من كل عالم لا يعمل بعلمه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات وما عليه فلان وعلان، هذا خاسر وتعب في غير فائدة ولا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم قد بينهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والصديق في درجة عالية بعد الرسل الصديقون، بعد الرسل الصديقون من النبيين والصديقين، الصديقون بعد النبيين من النبيين والصديقين. والمسلم يريد النجاة لنفسه لا يريد الهلاك لنفسه، النجاة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نجاة لك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باتباع غيره أبدا. اتباع الرسول والاقتداء بمن اتبع الرسول وسار على نهجه، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من المؤمنين من سائر المؤمنين، ثلاث درجات: النبيين والصديقين، أو أربع درجات: الصديقين والشهداء وسائر المسلمين. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تستوحش وأنت مع هؤلاء،
فإنك على الصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى جناته. بيدينا كتاب الله، وها هو والحمد لله متيسر، وتمتلئ منه بيوت الله، فالقرآن ميسر ولله الحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ عندنا مصاحف في المساجد وفي البيوت في المدارس، مصاحف ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، في هذه المصاحف التي بين أيدينا، فعلينا أن نتبع ما في هذه المصاحف من كلام الله عز وجل. وإلا لو جمعت ما في الدنيا من المصاحف وأنت لا تعمل بها فإنها لا تفيدك شيئا، بل تكون حجة عليك، تكون حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى، لأنها بلغتك دعوة الرسول من طريق هذه المصاحف وهذه الكتب، كتب السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بأيدينا. ولكن نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما في الكتاب والسنة، وأن يوفقنا للإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، حتى نكون من هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ولا يحصل هذا إلا بالتعلم، طلب العلم، أن تحب أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحب أن تدخل الجنة، ولكن ما هو عملك الذي قدمته لنفسك؟ انظر في عملك، فما كان موافقا لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فداوم عليه واثبت عليه إلى الموت. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم نهاية إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلا بد أولا من التعلم، نتعلم ما أوجب الله علينا وما طلبه منا، ثم نعمل به مخلصين لله عز وجل، ونثبت عليه إلى أن نلقى الله جل وعلا. هذا هو الطريق إلى الجنة وإلى مرضات الله وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يهدينا وإياكم وسائر المسلمين إلى اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم، نعيش على سنته وطاعته، ونحشر معه صلى الله عليه وسلم ومع الصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه أسئلة كثيرة، نعرض على سماحتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى رحمه الله وقد سبق له الحج؟ نعم، حج عن أبيك واعتمر ويكون نافلة. إذا كان قد حج هو واعتمر، فأنت تحج عنه وتعتمر، يكون نافلة وزيادة له في الأجر والثواب، يكون من البر بوالدك. نعم،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق في الأجر بين صلاة الجماعة في المسجد وغيره؟ لا بد من صلاة الجماعة في المسجد لمن سمع النداء، لمن سمع النداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. بينه وبين المسجد خوف من العدو تحقق، أو مرض أقعده عن المسجد، هذا يكتب له أجر من صلى في المسجد، لأنه لم يتركه رغبة عنه وإنما تركه للعذر. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه قال لأصحابه: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر. فمن حبسه العذر ونيته متصلة لأنه يقصد ويذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين فله أجر من صلى في المسجد، له أجر الجماعة بناء على نيته وقصده. أما من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر فهذا على خطر أنها لا تقبل صلاته. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالآمن الذي ليس عليه خوف، القوي الذي يقدر ليس عنده عجز ولا مرض، لا عذر له، وحري أن لا يقبل الله صلاته. فلم يأته فلا صلاة له، فهذا أمر يجب التفطن له. المساجد ما بنيت إلا لعمارتها بطاعة الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المساجد بيوت الله عز وجل، تبنى في الحارات وبين المساكن يجتمع فيها المسلمون لأداء هذه الصلاة، لذكر الله، لطلب العلم. هذه بيوت الله عز وجل. أمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور، يعني في الحارات. الدور يعني في الحارات تبنى المساجد ليصلي أهلها، أهل هذه الحارات، كل حارة يصلي أهلها في مسجدهم الذي بنوه للصلاة. لا تبنى المساجد للمباهات، للزينة، للآثار، لا، تبنى للعبادة، تبنى للعبادة وذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يشكر ربه وقصده من ذلك الزيادة من النعم، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم؟ نعم، الشكر على النعم سبب للزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم، كفرتم النعم ولم تشكروها إن عذابي لشديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص عليه دين ويريد الزواج، أيهما أولى؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص عليه دين
ويريد الزواج أيهما أولى؟ الأولى الدين، الأولى أن يسدد الدين، فإن بقي شيء يتزوج به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: مسبوق أدرك الإمام في سجود السهو البعدي فدخل معه، فهل يصح ذلك؟ نعم، ما دام الإمام في الصلاة ولم ينصرف منها تدخل معه لتحصل على الأجر والمتابعة، وإلا الصلاة الصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه سائلة تقول: امرأة أتت لأداء مناسك العمرة مع ابنها، ولما قدمت إلى المدينة توفي زوجها، فما العمل؟ العمل أن تكمل العمرة التي جاءت من أجلها مع محرم من محارمها، تؤدي العمرة التي جاءت من أجلها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمعلمة قبول هدية الطالبة في نهاية العام الدراسي والحفل النهائي؟ هل يجوز للمعلمة قبول هدية الطالبة في نهاية العام؟ لا يجوز للمدرس أو المدرسة قبول الهدايا من الطلاب، لأن هذا يدخل في الرشوة، فلا يجوز أن يقبل منه، لأنه أخذ راتبه من جهة عمدته، فلا يأخذ من الطلاب شيئا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول القائل: لم يكتب الله لي كذا وكذا؟ نعم، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. إذا طلب شيئا وحرص عليه ولم يحصل، يعلم أنه لم يكتب له، ولو كتب له لحصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب إذا كان الطبيب أمينا؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى أن يذهب إلى الجهات العلمية للإفتاء، الجهات المخصصة للإفتاء، ويعرض عليها هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤخذ العلم والفتوى من كل أحد؟ لا يؤخذ العلم ولا الفتوى إلا من العلماء الربانيين، ولا يؤخذ العلم عن المتعالمين، لا يؤخذ العلم عن علماء الضلال، إنما يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين قصدهم نفع الناس وهداية الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يكون سد الخلل في الصلاة بإلزاق القدم بالقدم أم بالمحاذاة فقط؟ التقارب والتراص في الصفوف أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون بينهم فرجا للشيطان، إذا تركوا بينهم فرجا فإن الشيطان يتخلل من بينهم ليشوش عليهم في صلاتهم. أما إذا سدوا الفرج وتراصوا فإنهم يفوتون الفرصة على الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: المبتدئ في طلب العلم بأي العلوم يبدأ؟ يبدأ بعلم التوحيد، علم العقيدة، يبدأ بعلم العقيدة. العلم على قسمين: علم تعلمه فرض عين على كل مسلم، وهو تعلم ما يستقيم به دينه من صلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته، هذا علم ضروري وطلبه فرض عين على كل مسلم، وما زاد عن ذلك مثل تعلم علم المواريث، تعلم علم المعاملات، تعلم علم الجنايات، فهذا فرض كفاية لا بد منه، لكن إذا قام به من يكفي
سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، فلا بد من القيام به، لكن ليس على كل أحد، وإنما على من يستطيع ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: بعضهم يقول أن الأحاديث الصحيحة قليلة وهي حوالي 200 حديث، فما صحة ذلك؟ هذا غير صحيح. الحديث الصحيحة كثيرة ولله الحمد، الصحاح صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، الصحاح والسنن، السنن الأربع، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الأربع بعد الصحيحين، والمسانيد مثل مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند أبي يعلى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مجري السحاب ومنزل الكتاب، هل يجوز الدعاء بها؟ إيه نعم. مجري السحاب هو الله سبحانه وتعالى، ومنزل الكتاب هو الله، فأنت تتوسل إليه بأفعاله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: أحد قرابتي إذا صلى أطفأ المصابيح، بل حتى أذكار الصباح يؤديها في الظلمة بدعوى أنه أدعى لحضور القلب والخشوع. لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، ما تطفأ المصابيح للصلاة ولذكر الله، بل النور خير من الظلمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: متى تكون البدعة مفسدة للعمل؟ تكون مفسدة للعمل، للعمل، العمل كله لا يقبل إذا كان مبتدعا، المبتدع لا يقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: نريد نصيحة عامة لطلبة العلم في حفظ اللسان والبعد عن القيل والقال. نعم، هذا هو الواجب على طلبة العلم وغيرهم، لكن طلبة العلم بالأخص، لأنهم يعلمون تحريم ذلك، يعلمون تحريم ذلك، والعالم يعذب قبل الجاهل. قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، لأنه يقال له يوم القيامة، إذا قالوا يبدأ بنا قبل عبدة الأصنام، فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا يفرض على الإمام أن يقنت لصلاة الفجر، وإلا يفصل ويعوض بإمام مخالف للسنة، فهل له أن يقنت؟ نعم، هذا رأي جماعة من العلماء، القنوت في صلاة الفجر هذا رأي جماعة من العلماء، يقنت إذا أمر بالقنوت من قبل ولاة الأمور يقنت، وبعض العلماء يقول لا يقنت في الفرائض إلا في النوازل، إذا حصلت نازلة بالمسلمين يقنطون لرفعها، ما حصلت نوازل فلا قنوت في صلاة الفجر. على كل حال، من ترك القنوت في صلاة الفجر فلا بأس وهو مع طريقة، ومن قنت فهو مع طريقة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: ماذا نفعل إذا ألقى علينا مدرسينا في فصول الجامعة العقائد الباطلة والشبهات؟ ترفعهم بأسماء هؤلاء إلى مدير الجامعة، يبعدهم عن التدريس، ترفعون بشأنهم إلى مدير الجامعة يفصلهم ويبعدهم عن التدريس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: هل من السنة قص الأظافر يوم الجمعة؟ مو بخاص بيوم الجمعة، قص الأظافر عند الحاجة في أي يوم من الأيام، عند الحاجة إذا طالت الأظافر يقصها في أي يوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: ما حكم لبس خاتم الفضة؟ لا يجوز،
لبس خاتم الفضة نعم يجوز، يجوز لبس خاتم الفضة، إنما الذي لا يجوز خاتم الذهب لا يجوز للرجال. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، هذا السائل يقول هل من السنة صلاة الجنازة في المسجد؟ نعم، يصلى عليها في المسجد، يصلى عليها في المقبرة، يصلى عليها في مكان خاص.